لو انا خدت الافكار ورجعتها لك من اولها تاني قبل ما ابتدي في المساله دي، بقول لك مساله اتكررت في امتحانات كتيره جدا. اول فكره في منهجنا عندي ميد بوينت للكورد، يبقى اللاين اللي جاي من السنتر بيربنديكولار على الكورد والعكس صحيح. لو اللاين ده بيربنديكولار على الكورد يبقى فيه ميد بوينت، تنجنت يبقى التنجنت بيربنديكولار على الريديوس. لو عندي تو انترسكتنج سيركلز يبقى اللاين اوف سنتر بيربنديكولار وبايسكت الكومن كورد. لو عندي تو كوردز ايكوال لبعض يبقى الديستانت قد الديستانت والعكس صحيح، ديستانت قد ديستانت يبقى الكورد قد الكورد. وعشان اقول ديستانت معناها ان اللاين ده هيبقى بيربنديكولار على الكورد، وهنا اللاين ده بيربنديكولار على الكورد. دول الاربع افكار بتوع يونت 1. هنشوف اذا كنا هنحتاج حاجه منهم في السؤال ده ولا لا. دخلنا على افكار يونت 2، كورد قد كورد يبقى الديستانت قد الارك. انا قلت الديستانت لان الاثنين دول فيهم تشابه من بعض، اللي تحت اللي كورد قد كورد يبقى الديستانت قد الديستانت. طب دي بقى برضو لو كان الكورد ايكوال للكورد ساعتها هستنتج ان الميجر بتاع الارك ده هيبقى قد الميجر بتاع الارك ده، والعكس لو ميجر الارك قد ميجر الارك يبقى لينس الكورد قد لينس الكورد. لو عندي بارالل كوردز في سيركل يبقى الاركس اللي ما بينهم ايكوال في الميجر، ميجر الارك قد ميجر الارك. انسكرايبد وسنترال، لاحظت ان هم سبتندد باي ذا سيم ارك، يبقى الانسكرايبد هاف السنتر، الانسكرايبد هاف السبتندد ارك، ميجر السنترال انجل قد ميجر السبتندد ارك. لو لقيت ان في تو انسكرايبد انجلز سبتندد باي ذا سيم ارك هيبقوا ايه؟ طب لو لقيت انسكرايبد انجلز سبتندد باي ايكوال اركس برضه هيبقوا ايه؟ دايمتر، يبقى الانسكرايبد الاوبزيت للدايمتر هتبقى 90، سايكليك كوير الاوبزيت انجل جوه السايكليك الصم بتاعهم 180، سايكليك كوير ولقيت تو انجل على نفس البيس هيبقوا ايكوال. الاكستيريور للسايكليك بتبقى ايكوال الانتيريور اللي عند الاوبزيت فيرتكس. والافكار بتاعت درسنا النهارده اللي عمالين نحل عليهم بقى، تو تنجنت مرسومين من نفس البوينت استنتج ان هم ايكوال. الاستنتاج التاني، تو تنجنت مرسومين من نفس البوينت لنفس السيركل استنتج ان اللاين ده بايسكت الانجل دي وبايسكت الانجل دي. تو تنجنت مرسومين من نفس البوينت لنفس السيركل استنتج ان اللاين ده اكسس اوف سيمتري للكورد، يعني بيربنديكولار وبايسكت. تعالوا نشوفوا بقى مين من ال 16 فكره دول اللي هنحل بيهم السؤال رقم 2 اللي بقول لك جه في امتحانات سابقه كتيره. اكس اي اكس بي بار تو تنجنس للسيركل ات اي وبي، دماغك هتروح لدو اكيد هستخدم حاجه فيهم. ميجر الانجل اي اكس بي 70 ديجري، هنا 70 ديجري اي اكس بي 70 ديجري. ميجر الانجل دي سي بي، دي سي بي 125، دي سي بي 125. طب ايه المطلوب؟ اول حاجه طالبها منك بروف ذات اي بي بايسكتس انجل دي اي اكس، يعني محتاج اجيب التو انجل دول ومحتاج لما اجيبهم يطلعوا قد بعض عشان يبقى الاي بي بايسكت. تعالوا نشوفوا هنجيب ايه ازاي. بي اي اكس هتتجاب باستخدام الفكره رقم، كلنا اكيد عارفين رقم 14. since ان اكس اي اند اكس بي تو تانجنتس from the point x then x a equals x b. ارجع بقى المنهج ميدل 2، جوه الترينجل ده x a equals x b، يبقى استنتج ان ميجر الانجل x a b قد ميجر الانجل x b a. طب وكل واحده فيهم يبقى 180 minus 70 divided 2 هيطلع 55 55. جبنا كل واحده منهم. طب يا ترى بقى ايه الفكره اللي هتجيب لي ميجر الانجل الثانيه اللي انا عايزها؟ دي اي بي قدام عينك فين؟ رقم 11. قلنا لو الشكل سايكليك
يبقى الاوبزيت انجل سبلمنتري. طب ما السايكليك قدام منك اهو بينده عليك بيكلمك اي بي سي دي، ده سايكليك، يبقى الاوبزيت انجلز سبلمنتري، يعني التو انجلز دول الصم بتاعهم 180، يبقى 180 ماينس 125 هيطلع هنا 55. يا سبحان الله، ده المطلوب الاول طلع والتاني كمان طلع، وده رزق يا جماعه من عند ربنا، حد هيمنع الرزق؟ ده رزق. الاتنين طلعوا مع بعض مره واحده، ازاي؟ التو انجل دول ايكوال لبعض، يبقى الاي بي ده بايسيكتور المطلوب الاول، وكمان ظهر قدام عينيكو حرف زد كلنا شايفينه اهو، حرف زد ظهر قدام عينك اهو، واللي مش شايفه اخليك تشوفه غصب عنك، حرف الزد اهو ظهر قدام عينك اهو، ادي حرف زد، ما زلت برضه مش شايف اخليك تشوفه اكتر اهو، حرف زد اهو ظهر قدام عينيك اهو، ادي حرف زد، ده مش اي حرف زد، ده حرف زد والتو اورتورنيت انجلز اللي جواه طلعوا ايكوال لبعض 55 55. يبقى سنس ان ميجر الانجل اكس بي اي طلعت قد ميجر الانجل دي اي بي، كل واحده فيهم 55 اسمهم اورتورنيت انجلز، يبقى زن اي دي بارلل للبي اكس. الناس اللي بتقعد تحل امتحانات محافظات كتير، انتوا هتشوفوا بعينيكوا المساله دي جت في كام محافظه سنه. ده بالاضافه لو انت معاك بقى امتحانات اسكندريه على مستوى السنين اللي فاتت، هي مش معاك بس احنا بنبقى عارفينهم، اتكررت كذا مره، ساعات يلف الرسمه ساعات يغير في النمبرز اللي فيها، لكن بتبقى بنفس المضمون بتاعها.